يجب أن تكتسب قداسة، ونفس قداستها تسبب أن هذه القيمة يلتزم بها الإنسان أكثر. ولكن هناك قراءات، هناك اجتهادات، هناك آراء. هذه الآراء يجب أن لا تكتسب قداسة، وإنما تبقى في إطارها أنه أحد الشخصيات السابقين، أحد السلف الصالح مثلا، كان رأيه كذا، لا بأس، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا الرأي يكتسب قداسة بحيث أنه لا يحق لأي إنسان أن يتأمل فيه أو يكتشف مواطن الخلل فيه. الثوابت الإسلامية مكتسبة قداسة بحيث أنه لا يمكن حتى الاجتهاد فيها، الثوابت، وإذا واحد راد يجتهد فيها فإنما هو اجتهاد مقابل النص. ولكن إذا أحد العلماء، أحد مفكري المذاهب، توصل إلى قناعة وتوصل إلى نتيجة، هذا ليس معناه أنه لا يحق للعلماء اللاحقين ولا يحق للمفكرين اللاحقين التفكر فيما وصل إليه وما استنتجه. هل ما استنتجه صحيح أو ليس بصحيح؟ هل ما وصل إليه صحيح أو ليس بصحيح؟ قد يكون خاطئ، والإنسان معرض للخطأ. لكن مع الأسف هذه جهة القداسة جعلت لكثير من الآراء الشخصية لبعض الأشخاص، سواء كانوا من العلماء أو من الخلفاء أو من الملوك مثلا، أو من شخصيات عسكرية أو أمثال ذلك. جعلت القداسة في التاريخ الإسلامي لهذه الآراء مع أنها غير مستندة إلى القرآن الكريم أو إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لعله استنتاج خاطئ، ولكن حينما تجعل القداسة يصير هناك حاجز بين الأجيال القادمة وبين التخلص من ذلك الرأي الذي تبين أنه خاطئ لأنه اكتسب هالة من القدسية. Oh, 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 oh.